بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا، برنامج مكعبات رمضانية، واليوم مع ضيف جديد وأسئلة متنوعة جديدة ومحور ألا وهو توزيع الطعام وإفطار الناس في شهر رمضان المبارك. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود إليكم. عدنا وياكم مشاهدينا الكرام في برنامجنا، برنامج مكعبات رمضانية. رحبوا معي بضيفي هذه الحلقة. السلام عليكم. السلام عليكم، شلونك حبيبي؟ زين. مشاهدينا الكرام، طبعا برنامجنا يحتوي على مجموعة مكعبات، وكل مكعب فيه سؤال يوجه لضيف الحلقة. المكعب الأول والسؤال الأول هو: اسمك الثلاثي وعمرك وسكنك؟ مجتبى علي جلال، 12 سنة، كربلاء المقدسة. المكعب الثاني يسألك: في أي مرحلة دراسية؟ سادس ابتدائي. المكعب الثالث وسؤاله: شنو طموحك العلمي؟ أحب أصير أخدم الإمام الحسين وأصير لاعب كرة قدم. تقدر بهاي المهنة الرياضية تخدم أبا عبد الله الحسين وشلون؟ إيه أخدم، وأتمنى يعني عندي موكب وأتمنى أتطور بالسنين. المكعب الرابع وسؤاله: شنو يعني لك شهر رمضان المبارك؟ رمضان شهر المغفرة وتوزيع البركات على الناس. خليك أنا حبيبي مشتبه. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود إليكم. عدنا وياكم مشاهدينا الكرام في برنامجنا، برنامج مكعبات رمضانية. المكعب الخامس وسؤاله: شلونك ويا الصوم والعبادات في شهر رمضان؟ زين، مو صعب علي هذا السن، يعني سهلة علي. المكعب السادس وسؤاله: شنو رأيك بالناس اللي توزع الفطور على الناس في شهر رمضان؟ هذا شيء زين للشهر رمضان، يوزعون أكل للأيتام إن عمود يقدرون يصومون ويتفطرون. المكعب السابع في سؤال يوجه لك ويقول: إذا الله سبحانه وتعالى أعطاك الإمكانية لتوزيع شيء في شهر رمضان، شو تحب توزع للناس للفقراء والأيتام في هذا الشهر الفضيل؟ أريد من أكبر أوزع 1000 أكل باليوم للناس. المكعب الثامن والأخير ويطرح سؤال عليك ويقول: انت قلت لنا انه تحب مثلا توزع 1000 وجبة باليوم للناس، لمن تحب تهدي ثواب هذا العمل يا امام؟ امام الحسين عليه السلام. عليه السلام. شكرا جزيلا لك حبيبي مجتبى، ربي يحفظك ويخليك بحق ابا عبد الله الحسين عليه السلام. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام. مشاهدينا، فاصل ونعود الى ختام هذه الحلقة. عدنا وياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة، وحبنا أن نهديكم هدية، ألا وهو حديث من أحاديث الإمام الصادق عليه السلام. قال الإمام الصادق عليه السلام: من فطر صائما فله مثل أجره. مشاهدينا الكرام، إلى هنا انتهت حلقة من حلقات برنامجنا، برنامج مكعبات رمضانية. في أمان الله.